حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتم في الجزء الثاني لهذه المواجهه المرتقبه. رحب بالضيوف الجدد اللي انضموا معنا في هذا الجزء. رحب بمشاري الشريف من النادي الاهلي، حياك الله معنا. اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. الله يخليك، نورتنا يا مشاري. ايضا ما شاء الله من النصر انضموا لنا اثنين، ما يحتاج يعني المعرف لا يعرف. فهد حياك الله معنا ابو نوره. الله يحييك يطول لي عمرك. درج الشمس اليوم يحضر ايضا ما شاء الله، اسم ابراهيم مخيل. ابراهيم ما يحتاج اليوم ما شاء الله. وايضا عبد العزيز من الجزء الاول اليوم معانا يكمل الدفه مع الشباب اليوم ما شاء الله جماهير النصر. نقول لكم حياكم الله في هذا الجزء اللي راح نتكلم فيه في تفاصيل اكثر بعمق اكثر. اليوم نستضيف معانا ابو نواره، يمكن بيدخل كثير عن الحاله النفسيه للمدرج، بيشرح لنا كيف الاوضاع. يعني اليوم هو رايح وهو يعرف ان فريق النصر ترتيب الثامن في الدوري، ويؤمن جيدا بان الاهلي هو متصدر الدوري وايضا منتشي نفسيا وايضا ماديا وايضا جماهيريا، ومع ذلك راح يضل مشوار بمسافه 1100 كيلو حتى جده لازر جماهير النصر، وايضا يدعو بداخله لان جماهير النصر تكون موجوده في المدرج. اتجه لك على طول ابو نواره واقول لك وش الاحساس، وش الشعور ذا اللي يجيك ويخليك يعني تضرب مشوار او مسافه لحد جده وانت يعني ما انت واثق 100% تمام ان النصر بيخرج من جده بالكاس او بيخرج سعيد او بيخرج، يعني وان كان بنسبه كبيره نقول 80% راح يكسب المباراه. انت رايح وترتيبك الثامن في الدوري، انت رايح وانت تلعب على مباراه ليس الذهاب واياب، تلعب على مباراه 90 دقيقه وان امتدت 120 دقيقه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اشكركم اول شيء على الاستضافه الجميله هذه. الله يخليك. وابارك لزملائنا الاهلاويه بالدوري. طبعا في البدايه الاحساس او الشعور اللي عندي هذا قد يكون هو شعور اي 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 مشجع او اي عاشق نصراوي. جميل. طبعا انا ما راح اروح هناك وانا حاط النسبه اللي انت حطيتها 80%. لا انا ما حطيت، انا اقول لك انا كيف يعني انت ما شاء الله وصلت انك بتضرب مشوار وتتعنى على سفر تمام، وانت يعني ما عندك اليقين 100% انه ان النصر راح يكسب او راح يلعب على مثلا على حاله تعادل وعلى حاله فوز. صدقني اني ما رحت الا وانا باذن الله حاط اني فايز 100%. ان شاء الله باذن الله. يعني انا واللي راح، وشوف ما في احد من الجماهير راح هناك تعنى على اساس انه هو حاط في باله انه هو بيرجع مهزوم. كلنا متفائل وكلنا اللي يفرح بالكرنفال هذا، وباذن الله يعني هو له، ما هو تقليلا من نادي الاهلي لا، لكن هي ثقه محب وعاشق وعارف امكانيات انه عنده لاعبين بالامكانيات الكبيره هذه. بالرغم من المشاكل اللي قاعد يمر فيها النصر، لكن احنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى اولا، ثانيا مؤمنين انه لعيبه النصر عندهم القدره وعندهم الامكانيات اللي تقدر تخليهم لو يرجعون في المباراه بروحهم قتاليتهم راح باذن الله انهم ينتصرون. جميل. يعني ما في شيء صعب عليهم. جميل. الاهلي فريق قوي وفريق كبير، والنصر كذلك فريق قوي وفريق كبير، لكن النصر قد يكون جاي عنده طموح اكثر من الاهلي. الاهلي حقق الدوري الان، قد يكون عنده راحه نفسيه مرتاح حتى لو انه ما اخذ البطوله هذه. كل واحد يطمع انه ياخذ بطوله وبطولتين وثلاثه، وانت بنفسك تقول صحيح. واحد ما يشبع من الذهب. ما حد يشبع من الذهب. لكن اقول لك الطموح يختلف عند لعيبه قصروا السنه هذه والجمهور زعلان. وهم الان يريدون يراضون الجمهور بالطريقه هذه، وانت وزي ما تكلمنا قبل شوي انه مكاسب المباراه هذه فيها مكاسب كثيره. فيها ان احنا نلعب اسيا، فيها ان احنا اخذنا البطوله هذه بطوله كاس الملك، فيها ايضا راح نلعب في السوبر باذن الله قدام الاهلي مره ثانيه. يعني فيها مكاسب كثيره يعني راح تفيدنا، وهذا الشيء اللي قد يكون اللاعبين باذن الله انهم عندهم الشيء هذا، انهم يبغون يراضون جمهورهم. صحيح. بانهم يكسبون المباراه هذه باي شكل من الاشكال. جميل. راح تاخذ معك ابراهيم الجده ولا لا؟ اخذ كل جمهور النصر معي. الله تبارك ابراهيم. النصر له ذكريات في ملعب الجوهره، جوهره العروس في جده، خسر مباراه اثرت عليه معنويا ونفسيا حتى هذه اللحظه، مباراه اللي جمعتها مع الهلال، مباراه اللي يعني نقول بنسبه كبيره انه رغم التعادل اللي ساد المباراه حتى اخر اللحظات، الا انه كان محظوظ جحفلي بكسب المباراه، وايضا ساعدت اللاعب حتى هذه اللحظه بان يكون اساسيا وان يتوج الهلال ايضا نفسيا في نهايه موسم حافل وايضا بدايه موسم جميل. اتكلم بالتفاصيل انه النصر طلع من ذيك المباراه زعلان جدا في نفس مسمى البطوله، اليوم يعود لنفس البطوله
مع متصدر اول النصر لعب ذيك البطوله هو ايش متصدر اليوم يلعب البطوله هو ترتيب الثامن بنفس مسمى البطوله ان حتى ما اختلفنا مع برضه مع اسماء اللاعبين نفس اللعيبه اليوم راح يلعبوا في الجوهره مشعه النصر في المباراه السابقه مع نادي الهلال النصر طلع زعلان لان النصر كان الافضل في المباراه النصر كان متفوق على الهلال في جميع احداث المباراه طيب. من الشوط الاول ولا الشوط الثاني والاضافيه كان النصر افضل طيب هذا سبب السبب هبوط مستوى النصر الاعداد السيء هذا احد اهم الاسباب لكن النصر لا ما ينقص شيء لا من ناحيه العناصر لا من ناحيه الاجانب النصر كان متفوق السنه اللي راحت واللي قبلها بالعناصر المحليه نفس العناصر اللي جابت للنصر دوريين وكاس ولي العهد هي نفس العناصر الموجوده حاليا في المركز الثامن وهي نفس العناصر راح تلعب منها هاي وهذه نفس العناصر الاهلي ما حد يختلف ان الاهلي هو الاميز الموسم هذا والاكثر جاهزيه لكن انا فيني ثقه في نجوم النصر ان النصر ان شاء الله باذن الله راح يرجع بالكاس باذن الله اذا كان لعيبه النصر كل واحد من لعيبه النصر استشعر الروح اللي لعبوا فيها في الموسمين السابقه باذن الله النصر راح يرجع ومعاه الكاس باذن الله جميل كنيدا هو نقول ضاله النصر في المباراه الاخيره الموسم ما راح نقول المباراة الأخيرة كنيدا لأنه حتى الآن ما طلعت أصلا بوادر أنه كنيدا راح يغادر أسوار النصر يقول ظلت النصر في هذه المباراة مباراة كنيدا بغض النظر عن الروح لا بغض النظر عن أن يكون هو ضال أو غير كذا أنه الملعب أو الكرة الآن في ملعب اللاعبين اللي في بداية الموسم احتفلنا معهم بموسمين سابقين بذهب احتفلنا معهم بدوريين احتفلنا معهم كأس ولي العهد وصلنا النهائي كأس ملك لكن اللاعبين كان عندهم نفس ما تطرق أخوي إبراهيم وقبل أخوي فهد أن عندهم إعداد سيء للأسف إعداد متأخر اللاعبين مو بعطاء اللاعبين يعني لما أشير إلى شرحيل أقول هذا مو مستوى لما أشوف بعض اللاعبين أقول هذا مستوى لكن إن شاء الله بإذن الله يعني متى ما تواجدت الروح ومتى ما علم اللاعبين أن الكرة في ملعبهم وأنهم هم اللي بعد الله سبحانه وتعالى باستطاعتهم أنهم يأخذون الذهب بإذن الله راح يحصلون على الذهب جميل مشاري من الأهلي من جماهير الأهلي حياك الله معنا مشاري اللي ما يخفى على الجميع تحدثنا قبل لنبدأ البث بأنك قلت أنك أنت من الناس اللي تواجد مع جماهير الأهلي في فرحة التتويج الأهلي راح يخوض مباراة بكرة مع النصر مباراة ما في مفر فيها يمكن آخر مباريات قروس في الموسم آخر احتفالية لقروس اللي حقق البطولة كيف تتوقع انك تاخذ الذهب نقول اذا النصر يعني اراده يعني النصر جاي من الرياض متعني الجماهير راح تجي احنا تكلمنا اذا الملعب 50-50 تقريبا اكثر من 30,000 من الجماهير راح تحضر من الرياض كيف تشوف المباراه اول شيء اقول ان شاء الله ان نرجع هنا ونحتفل ونقطع كيكه الكاس باذن الله بعد المباراه دوري الكاس هذه ان شاء الله الحدث انا اذا اتكلم عن كيف توقعاتي اول حاجه ما في نادي راح يدخل يعني مباراة نهائية بدون إعداد بدون معسكر شيء جيد يعني أنا اللي شفته إنه اليوم حتى الأهلي لعب مع العسكري القطري المنتخب العسكري القطري وأعد كويس في أكاديمية سباير فالأهلي زي ما أشوف أنا إنه جاهز وغير عن كذا إنه راح يلعب في أرضه مهما كان الملعب 50-50 راح يكون في ذهن اللاعب إن هذا أرضهم وهذا جمهورهم موجود في نفس المكان جميل فهد الجزء الاول اللي كان تابعته الشباب ما شاء الله هنا ما قصروا يعني مع انه برضو جماهير النصر برضو ما قصر تردت رد ما شاء الله تبارك الله من ناحيه اللعيبه المحليين كنيدا بنسبه كم راح يلعب اللعيبه المحليين في المباراه نذكر مباراه كارينيو نقدر نقول مع الهلال كيف لعب بالعنصر المحلي بشكل كبير وكسب المباراه رغم ضغط المباراه في ذاك يعني نتكلم مباراه دوري يعني في عنده فرصه انه يعوض المباراه هذه ما فيها تعويض عند كنيدا فرصة واحدة 90 دقيقة إما أكون أو لا أكون إذا تمدت 120 دقيقة كيف ترى العنصر المحلي راح يوفر كنيدا في هذه المباراة؟ طبعاً المباراة هذه أنا أتوقع إنه كنيدا راح يعتمد على العنصر المحلي بشكل كبير أتوقع زي ما عمل قدام الاتحاد جميل زي ما سوى قدام الاتحاد ما لعبنا إلا بمحمد حسين فقط اما بقيه اللاعبين بس كانوا يقولون يعني ما ادري حتى جماهير الاهلي كانت تتابع مباراه الاتحاد او مباراه يعني جماهير الاهلي اكيد بتتابع الفريق اللي راح تواجهه مباراه النصر كانوا يوجهون بعض الجماهير تقولون الاتحاد ما كان في مستوى افضل يعني اذا كان
كنيده ما لعب بكل العناصر الاساسيه. لا احنا عندنا الان هو حتى صعد لاعبين. احنا نعرف انه ادريان عنده دروب في موضوع المستوى، المستوى عنده نازل مو زي ما كان اول ما جانا الان. طيب الشباب في الجزء الاول ايش قالوا؟ قالوا فيدفا، قالوا فيدفا مقارنه بادريان. انا ما انت قاعد تقارني بينه وبين الاهلي، انت تسالني عن النصر الان. إيه؟ انا اقول لك بس في الاخير انا هي ما هي مساله مقارنه فهد، في الاخير انت راح تواجههم في النهائي. إيه انت بلاعبين محترفين. انت جالس تسالني عن نسبه انه كنيدا جميل، انه كنيدا هل يستخدم العنصر المحلي بشكل كبير او لا؟ اي بس جالس تعذر من ادريان. لا 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 انا ما اتعذر، انا اقول لك احنا مستوى مستوى ادريان مستوى ادريان بس كان العام افضل من السنه هذه بكثير. بس ارقام الان كبيره السنه هذه، ولا ارقام مية مية مو معناته انه ارقام اي ارقام من صناعه اللعب فقط. نعم. طيب ما السنه هذه انت تشوف انه صناعه اللعب قد تكون موجوده لكن اخطائه في الملعب اكثر من صناعته في اللعب. اخطاء اللي اثرت على النادي، اللي اثرت على الفريق اكثر من اللي صار الفريق اللي هو صحيح. هذا شيء احنا عندنا الان الملك احمد الفريدي، عندنا يحيى، عندنا تعطينا مفاتيح نقدر المفاتيح. هذا المفاتيح احنا نرى انه افضل من ادريان حاليا. عندنا المهاجمين يعني احنا نشوف انه قد يلعب مايجا بنسبه 50% راح يكون موجود، وانا اتوقع انه راح يلعب محمد السهلاوي ونايف هزازي في البدايه هذا اتوقع، لكن كنيدا راح يعتمد جميل. على العنصر المحلي. طيب بنتقل منك تمام، بما انك مطرب جماهير النصر تمام، ننتقل لكليب بسيط لجماهير النصر، بعدها نرجع تمام ندخل بتفاصيل ايضا مع جمهور الاهلي ونشوف رد الجماهير بشكل عام لهذه المباراه. نروح للكليب بعدها نعود. حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الكليب البسيط. ارجع من جديد للتفاصيل، اخر من تحدث عن العنصر المحلي والعنصر الاجنبي ومقارناته ابو نواره، تكلمت عن ادريان انه وان كانت ارقامه تساعده لان اخطاء اثرت الفريق بشكل كبير، كيف تشوف مواجهته بكره اذا لعب كنيدا في مواجهته الفدفه اللي كثير من جماهير الاهلي يتغنون فيه، كيف تشوف؟ طبعا احنا ما راح نقارن لاعب بلاعب، احنا راح نقارن فريق بفريق باداء. نعم أداء الفريق صراحة المباراة. بس حكم الله مقياس المباراة إحنا بس عشان نفهم الجمهور، المقياس إنه مباراة 90 دقيقة يعني ما تقبل الخطأ الواحد. إيه صحيح. أي. طبعا المباراة راح تكون الفريقين راح يكون عندهم حرص كبير على إنه ما
يتسجل فيهم من بداية المباراة هدف مبكر ما. لأنه الهدف المبكر في مباريات حساسة زي هذه قد يربك الفريق وقد يلخبط جميع أوراق، وهذا الشيء اللي راح يحرص عليه كنيدة، لأنه الأهلي ما يقدر مثلا يلعب على الأطراف، لذلك راح يختار العناصر الأقوى في بداية المباراة. ليش ما يقدر يلعب على الأطراف؟ قبل شوي حسام جالس يقول عندي شيفو عندي أنا ما قلت ما راح يلعب، انه ما راح تساعد، ما راح يخليهم يلعبون على الاطراف، والنصر في وقت بس بدايه المباراه صحيح. اذا عنده شيء بيبين بدايه المباراه، الاهلي كل ما مشى في المباراه كل ما اخذ ثقه، كل ما اخذ يعني بتصعب على النصر المباراه، شيء في بدايه بس على الاهلي في البدايه وراح يفتح ما راح يفتح كامل، ما راح يفتح، بس اقصد اذا النصر عنده شيء يبين في اول ربع ساعه الى نص ساعه النصر راح يكون متفوق. الاهلي كل ما الاهلي كل ما استمر راح يزيد ثقه. النصر لازم يكون متحفظ اول شيء. الاهلي ليش عكس الاهلي؟ ليش لا عكس الاهلي؟ يعني معلش قروس دائما يلعب متحفظ، لا قروس بعدين في مباراه فرق ان قروس مباريات دوريه عن مباراه نهائي كاس، الاهلي داخل مرتاح ما عليه اي ضغوط جماهيريه. الاهلي كان الضغط الجماهيري الاول على الفريق الدوري، كانت الدوري طيب ضحى بالاسيويه عشان الدوري، لكن النصر هي الفرصه الوحيده انه يراضي الجمهور. بعدين النصر لو حقق الكاس، مكاسب النصر في تحقيق الكاس كثير، السوبر راح تنحل مشاكل كثيره. الكلام سهل برضه صح، النصر بيستفيد كثير، بس النصر زي استفاقه متاخره، كلهم يتاملون ان النصر بيقدم شيء، بس ما اتوقع انه تصعب على لعيبه النصر انه بيرجعون هيبه النصر. انا صعب على ترى الفريق اللي راح يدخل مضغوط هو فريق النصر، ايه مو فريق الاهلي، لانه الاهلي انا زي ما ذكرت قبل شوي انه الاهلي الان حصل على بطوله واقوى بطوله في الدوري المحلي صحيح. في البطولات المحليه هو الدوري صحيح. ولكن اغلاها الكاس. لا بس انا بقول لك شيء، لكن اغلاها الكاس. انتوا الحين الاثنين الفريقين راح يلعبون كاس، اغلاها كلهن غاليات علينا، احنا نقول الاقوى ما قلت الاغلى الاقوى الدوري، لانه هو اللي يثبت فيه اللي هو الفريق اللي فعلا يستحق نفس طويل. انا قبل شوي زي ما ذكرت لك انه النصر حيدخل طبعا في عنده ضغط راح يدخل على المباراه، لانه يريد يراضي جماهيره. الاهلي قد تكون هذه ما هي بالشكل يعني 100% انه يحتاج البطوله هذه. بس بقول لك انا شيء مستحيل انك من الفريق يلعب على نهائي ويكون يعني بارد، مو 100 مو لا مو بارد ما راح 100% او انه راح يضحي بالمباراه هذه انه خلاص انا جبت الدوري. لا الاقل ضغط يعني. الاقل ضغط اقل ضغط بس الاقل ضغط. اقول لك شيء، اول شيء بالفريقين الاهلي والنصر كلهم اكيد باول 15 الى نص ساعه كلهم متحفظين صحيح. الفريق اللي راح ياخذ هدف بدايه خلاص راح ينضغط، المباراه ما فيها تعويض مباراه ثانيه، المباراه ما فيها انك نهائي خلاص بطوله ينتهي الموسم، يعني مستحيل ان فيه احد من المدربين راح يفتح اللعب او انه ما بيتحفظ بدايه المباراه. انا عندي اكثر الفريقين يعني بالعكس، لو قارنا بين النصر والاهلي فين المفروض اللي يتحفظ اكثر النصر، هو المفروض انه يتحفظ اكثر أكيد. ليش؟ يعني شفنا مواجهات مثلا حسم الدوري بين الاهلي والهلال، شفنا ان الهلال هو من سجل مبكرا وكان بالعكس لخبط اوراق، قلنا انه خلاص بيلخبط الاوراق عند الاهلي، لكنه هو اللي استفاق وعاد. يعني بالعكس يعني اشوف ان هذا الموسم الاهلي يتميز بالعوده، يعني عنده زي ما يقولون الكمباك زي ما نشوفه في الدوريات بعض الدوريات الانجليزي او غيره يرجع. لكن بالعكس النصر يعني لو لا قدر الله طبعا جف مرمى في اول ربع ساعه ويسمونها اقلاع الطيران هذه، اذا جف بدايه خلاص هدف راح تصعب، خلاص راح تصعب يعني. ممكن لو جات الاهلي نفس الحاله النصر سجل بعكس الاهلي، ممكن لو الاهلي النصر سجل في البدايه ما راح تصعب بصعوبتها النصر. لكن في الفتره الاولى اللي جاء فيها كنيده مع النصر وكان الفريق جاهز فنيا، كان كنيده دائما يبدا متحفظ، كنيده طريقه دفاعيه كان متحفظ، حتى اداره النصر كان من اهم اسباب قالتها له في المرة الأولى أنه دائما متحفظ في جميع المباريات حتى لو عناصر ما أتوقع في مباراة حاسمة زي هذه النصر يحتاج الفوز فيها راح يجازف، مستحيل مش راح يجازف. بس النصر بدايته هذا وقت البداية، الأهلي كل ما استمر في المباراة كل ما زاد ثقته كل ما زاد قوته، لأنه تصعب على النصر أكثر. أنا أشوف أنه بالعكس الأهلي إذا ما سجل خلال الشوط الأول الثقة راح تكون لصالح النصر صحيح. وانا اشوف الوقت كل ما زاد الوقت وما سجل الاهلي النصر كل ما تاخر الوقت بيزيد الضغط على مين؟ على الاهلي. نذكر تاخر الوقت الموسم الماضي يعني كلف النصر فاتوره باهظه
فتورة فقد كأس الملك، فتورة فقد السوبر، فتورة استعداد متأخر. لا أنت كل بسبب تأثير فوز الهلال في ذيك البطولة. لا تذكرون لا 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 الحين أنت يعني أبدا ما أثرت أبو نوار. لا 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 معليش لا معليش أنت جمعت الآن السوبر وجمعت السوبر، هذه مشكلة استعداد ما لها شغل في اللي حصل في كأس إنه خسر كأس الملك. أي أنت لما تنهي موسم تمام بخسارة بطولة وتبدأ موسم بخسارة بطولة كيف تكون نفسيتك في الموسم؟ هذا هو المقصد. لا 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 ما أقصد إنه النصر يعني دفع فاتورة باهظة إنه هو خسر هو خسر بس بقول لك شيء يعني أندية أندية الحين الأندية الأربعة الكبار والنصر ما يحتاج ضمن الأربعة الكبار، لكن إذا نظرت الاتحاد والهلال والأهلي والشباب كان في أواخر رمضان في العشرة الأواخر كان المعسكر بادي والتعاون تقريبا النصر وصل الى 5 شوال المعسكر للحين ما ابتدى وهذه اثرت بشكل كبير على النصر على علم الاداره النصراويه يعني زي اللي انه موافق على التاخير بس يمكن عشان فرحه البطوله بالدوري الموسم الثاني بس لا 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 خسرانين تكلمنا عن البطوله كان خسرانين كاس الملك تختلف يعني في اشياء ثانيه يمكن بسبب خساره كاس الملك لا 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 لان كان في كلام كثير انه في نهايه الموسم انه يمكن يمشي دي سيلفا وكان يعني كانت فيها يعني ضغوطات كبيره على الاداره خطا اداري كان الحاسب طيب بس اروح الفاصل بسيط لان طلعنا احنا لقاءات النادي الاهلي نطلع الان لقاءات جماهير نادي النصر بعدها نعود وندخل في تفاصيل ايش سبب تمام غياب النصر من بداية الموسم ويمكن هذه البطولة هي اللي راح تعود للنصر من جديد تمام وانطلاقة نهاية موسم حافل وأيضا يمكن تكون بداية موسم حافل الموسم القادم نروح لهذا اللقاءات لجماهير النصر بعدها نعود من جديد. نادي النصر بدأ الموسم هذا بتخبطات سواء كانت بين اللاعبين أو سواء كانت من الإدارة بنفسها. النصر في نهاية الموسم بدأ يظهر نفسه بهزيمته للاتحاد والآن في استعداد الروح رجعت للاعبين أكثر. أشوف النصر هو في النهائي بينافس الأهلي راح ينافس الأهلي ولكن حظوظ النادي الأهلي في كأس الملك راح تكون أكبر لأنه مؤهل جاي بنشوة الفوز والانتصار من الهلال والدوري. طبعا أنت متفائل يعني بخصوص النصر؟ تفائلك نسبة كم؟ نسبة 40% الصراحة ماني متفائل مرة الصراحة. ليش ما انت متفائل؟ لانه النشوه فجاه جت هذه ما هي مبرمج النادي عليها لانه هو جاي من دروب والان راح يواجه نادي الاهلي. الاهلي مستحوذ متسيد الساحه بجميع النواحي، نحترم النادي الاهلي طبعا ونحترم النصر برضه بس انا اشوف ان الاهلي مؤهل اكثر للكاس. النصر بما حضر تنتظر مباراه امام الاهلي؟ ايوه انتظر. تتوقع تفوزون؟ يا اتوقع. كم تتوقع نتيجة؟ 2-1 ان شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. وان شاء الله نسبة التفاؤل الى توصل 70% ان شاء الله. احس كذا ان اللعيبة يبغون يقدمون شيء لفيصل بن تركي بعد استقالته. وقف معهم كثير، ساندهم كثير، واتوقع ان يبغون يقدمون هدية له كنهاية رئاسته في النادي. وان شاء الله ان شاء الله انهم قد التفاؤل وبنقدر ان شاء الله نفوز في المباراه. هل كنتم متفائلين قبل مباراتي الاتحاد او عقب مباراتي الاتحاد؟ والله بيني وبينك بعد مباراه الاتحاد قدم مستوى النصر بصراحه يليق باسم النصر. قبلها كان بصراحه دروب كثير في المستوى، بعدها تحمل المسؤوليه شوي اللعيبه وقدروا يقدموا المستوى المامول منهم. ان شاء الله حظوظنا فوق بعد الاعداد في القاهره ان شاء الله متفائلين. متى انت كمشجع متى بدات متفائل؟ هل بعد مباراه النصر مع الاتحاد سواء كانت في نصف نهائي كاس الملك او الدوري او من قبل انت متفائل يعني؟ بعد مباراه اللي كانت مع الاتحاد تفائلنا وان شاء الله ممكن استقاله فيصل بن تركي راح تسبب للعيبه نشوه ممكن، لكن ان شاء الله باذن الله. كم تتوقع يعني؟ ان شاء الله 2-1. يعطيك العافيه. الله يعافيك. حياكم الله مشاهدينا من جديد، عودة بعد لقاءات جماهير الشمس. هذه اللقاءات اللي كل واحد يبدي فيها رايه، اليوم الحضور هنا للجماهير اللي شرفونا في هذه الاستراحة العفوية، أتمنى يعني أن يكون الكلام خفيف لطيف وواقع يعني بشكل كبير. أبو نوارة تحدثنا بشكل بالنقطة الأخيرة،
زي ما ذكروا جماهير النادي الأهلي أنه يمكن استعداد النصر تمام المتأخر، وزي ما ذكر إبراهيم أنه النصر يمكن تقريبا 5 شوال ما بدأ استعداداته هي اللي أثرت عنا في هذا الموسم. أنتهى الموسم بخيرة وشرة وإن شاء الله يكون كله خير، لكن هذه البطولة هي الأخيرة تمام، زي ما قلت أنه يمكن هذه هي الفرصة الوحيدة لعيبة النصر تقديم هدية تمام للجماهير تمام وإرضائهم. كيف نقدر نقول أن المفاتيح يعني بنسبة كبيرة راح تؤتي ثمارها؟ قلنا تأخير الهدف تمام، أو يمكن إذا أنتهى الشوط بالتعادل 0-0 الضغط راح يزيد على مين؟ راح يزيد على الأهلي عشان أرض المباراة بين يعني في جدة وبين جماهيره تمام، ولا راح يزيد على النصر لأن آخر مباراة اللي نقدر نقول الأمير فيصل بن فهد، الأمير فيصل بن تركي، وآخر مباراة كنيدة، آخر مباراة الأدريان، الضغط بيزيد على مين؟ انت قصدك هذا في حالة انه تأخر التعادل. نعم التعادل. الشوط الاول انتهى متعادل ونقول شوط سلبي حتى من الجانب النصر، بالعكس النصر راح يدخلون اللاعبين باذن الله، يعني احنا اللي شايفينه الان في التمارين انه اللعيبه متحمسين جدا لانهم يجيبون البطوله هذه وش ما كلفت. طب اجل ليش زعلان لما تحدثوا الجماهير في تويتر انه قالوا ان النصر تعادل مع الانتاج الحربي 2-2 وهذه ما هي هذا يعني ما هو استعداد؟ طيب انا اقول لك شيء، شوف ايام كارينيو جميل، يوم كان كارينيو موجود الاستعداد كله اللي لعبناه قبل بدايه الموسم كله خسارات، خسائر تعال وديه كلها كانت خساره، ومع ذلك جبنا الدوري وجبنا كاس العالم. المباريات التحضيريه ودائما المباريات الوديه المباريات التحضيريه هذه هي يجرب فيها المدرب اما خطه معينه او لاعبين معينين او يقيس قدره اللياقه عندهم، انهم انه في عنده فكره معينه يطبقها على اساس انه يقدر يستنتج منها فكره، ما يهم النتيجه كثر ما يهم المكتسب. طبيعي اي شخص فاهم في الكوره راح يرى انه المباريات الوديه عباره عن مباراه تجريبيه لحاجه معينه يبغاها المدرب نفذها. مو معناته انه انا فزت على الفريق هذا معناته انا بدخل مرتاح وبقول لا انا فريقي بيأدي. في كل الحالات انت تلعب قدام بطل دوري الاهلي، فريق منظم من الحارس الى ما تصل المهاجم، حراسه، الدفاع، الوسط، المحاور، المهاجم، يعني فريق منظم. الخطوط اللي يمكن تاثر على النصر هذه المباراه، مدرب ذكي ومدربه ذكي جدا يقرا الشوط الثاني، يعني للامانه مدربه يقرا المباراه ويقدر يلقى عندك نقطه الضعف في لحظه المباراه ويقدر يدخل البديل المناسب اللي يقدر ينتصر عليك. لذلك لابد انك انت تكون حريص وكنيدة لابد انه يكون يعني جدا مركز في المباراة بين ويحاول انه يجد الثغرة او نقطة الضعف اللي يقدر انه يسجل منها لو جول واحد، يعني هدف لو يدخل هدف واحد قد يربك الاهلي في اي وقت من اوقات المباراة، بس يمكن يزيد مع العلم انا اشوف انه نصرك يعني كل ما تاخر لانه نصر امكانياته محدودة مو زي الاهلي عنده يعني امكانيات. لا معليش علاش حكمت امكانياته محدوده؟ هو اليوم يلعب على النهائي اداء سيء، يعني ما اليوم يلعب على النهائي، يعني ما عنده عفوا بيلعب على النهائي، لا عنده اوراق رابحه بس عنده اصابات، ما عنده اوراق رابحه، عنده فرق، عند في فرق بين الاهلي والنصر. معليش لما نجي وانتم اخبر في النصر، ابراهيم غالب، عبد العزيز الجبرين بديل جاهز، بديل يعني ما انا ما جبت لك لاعب صف اول لاعب صف ثاني. طبعا جبريل ما يكفل حاله، بس زاد ما قصر لما فصل. طبعا هو يتكلم يقول الاداء السيء ما يتكلم عن كاس الملك، اي هو يتكلم عن ان الموسم كامل كانوا لعيبه النصر، وفعلا لعيبه النصر كانوا سيئين، بس يعني ما عندهم، وترى تغييرات يعني المدربين ايضا عملت مشكله، اي بس هم نفس الاسماء اللي حق البطوله الدوري، لكن في دروب للاعب، في ضغط يعني. عندك فريق لعب بثلاث مدربين في السنه، يعني احنا لعبنا بديسلفا هقيته، ولعبنا بهقيته هذا الرابع هقيته، بعدين لعبنا بكنافارو، وبعدين لعبنا بهقيته، بعدين رجعنا مره ثانيه لكنيدا، يعني استقرار، ما كل واحد له خطه معينه، كل واحد له اداء معين يقدر يتعامل فيه مع اللاعبين. طبيعي اللاعب راح ما يقدر يؤدي في المباريات، وكل مدرب له لاعبين معينين يقول لك هذا. طب هذه نفس البطوله الان لا فيها كنافارو، واليوم لعب فيها كنيدا، ونفس الموسم بالعكس. انا شوف ترى بدل مع مباراه الدرعيه كنافارو الشوله كنافارو، اليوم نتكلم كنيدا. ايد كلام اخوي بنوره، ترى في موضوع اختلاف المدربين، ترى على فكره مو باختلاف مدربين، حتى لو ياخذون اللاعبين بمقياس اختلاف مدارس. يعني اذا شفنا مثلا زي داسيلفا اللاتينيه، اذا شفنا كنافارو يلعب الايطاليه يلعب بالتحفظ، نعم. إذا شفنا مثلا كنيدا نشوف بالاسبانيه الحديثه اللي قاعد يؤدي على لاعب بيكون مشتت يعني مستوى العالم شيء قوي. لكن اذا رجعنا، انا ممكن خصيت الكابتن تو شيء شرحي لي بالاسم، لكن نشوف كل اللاعبين، يعني اذا شفنا
شيء شرحيلي محمد سهلوي اللي كان هداف العالم، شفنا كلاعب للاسف دروب يعني بدون ما اخص الكابتن شيء شرحيلي وبدون ما اخص باقي الاسماء، جميع لاعبين النصر للاسف اللي مو لاعبين موسم 2014 2015. مفاتيح اللعب في نادي النصر كلهم مستواهم سيء الموسم هذا. طيب مفاتيح ما في ولا مباراه تشفع لهم اللي راح يفرق النهائي؟ لا اكيد في مباراه تشفع لهم، مباراه الاتحاد في الدور الاول وان استبشرنا خير، لكن نتكلم عن مفاتيح اللعب في الاهلي وفي النصر هي اللي راح تفرق في مباراه النهائي. بعدين نقطه لازم النصراويين ياخذون الحذر منها، في كل المباريات عندما يكون شوط المدربين قروس يتفوق، وفي احصائيه المباراه الوحيده اللي ما تفوق فيها قروس هي نهائي كاس ولي العهد الموسم هذا يعني صح. كل المباريات الكبيره التكتيك وكل المباريات هذه اذا كان الاهلي متاخر يعود ويفوز الا مباراه واحده يعني الاهلي تذكره تكتيك دونيس اختلف الاهلي قدام مباراه الهلال دونيس قرا المباراه ذيك صح، هذيك المباراه اللي يعني تحسب لدونيس لان ابو وليد بخشوين كان خلف لعيبه النص الحال دونيس كثف النص لعب عن طريقه خلاص حصري حط نواف العابد ورا المحاور حقه اي بس في الاخير طب يمكن جروس يخطئ نفس الخطا اللي خطا في كاس ولي العهد ويكسبها كنيدة. لا بس جروس عنده ادوات اللي راح يفرق فيها على ادوات عنده عنصر اجنبي شفت احنا هذا اللي كنا نتكلم فيه مع عبد العزيز طبيعي العنصر الاجنبي هو اللي يساعد جروس على العنصر الاجنبي اللي عند النصر العنصر الاجنبي اللي عند الاهلي ابو نوار بس بالمنطق انت موسمين جالس تلعب ثقلك كله على اللاعب المحلي انت اللاعب المحلي اللي عندك جالس ينافس اللعيب الاجانب في الهلال في الشباب في الاهلي الموسم الماضي قس عليها الموسم اللي راح نفس الاسماء قس عليها الموسم اللي راح الموسم اللي راح الاهلي فاز على النصر رايح جاي لكن بظروف النصر ما كان بقوه الاهلي بالذات المباراة الثانية خطأ تكتيكي من دي سيلفا ضيع المباراة خطأ 4-3 ذيك خطأ دي سيلفا بس كان النصر كان النصر الشوط الأول يعني حط المفاتيح الأهلي 3-1 بس معلش المباراة مو زي مستواكم أول لا عفوا 2-1 الشوط الأول والفريدي 2-0 الشوط الثاني تنقلب بالتكتيك تكتيك جروس هنا قراءة المدرب لفقط التكتيك اللي وقع فيه دي سيلفا يعني هم لهم 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 يعني حتى اللعيبة تمام عندهم سابقة مع جروس إنه جروس الشوط الثاني يلعب بشكل مختلف جدا هذا اللي خلينا نرتاح إنه إذا مباراة استمرت الشوط الثاني عنده الاسترجاع هذا اللي النصر ما عنده أدوات هذا إحنا نقصده 120 دقيقة هل هي بصالح النصر أم بصالح الأهلي أنا هي أمر وارد ولا ما هي بصالح الفريقين لا بس في أي لحظة تحط احتمال شوف طيب اسمعني في شوف دائما كل مباراة لها ظروفها ممكن يصاب عندهم لاعب مهم أكيد في المباراة ما تدري أنا استغرب طرد يصير عندهم انا استفيد منه قد يكون اللعيبه تدخلين بروح اكثر من الروح اللي عندهم او هم العكس كذلك طيب المباراه ما يقدر احنا نعتمد على هذه الامور على اني انا ادعم الفريق بالروح يعني اخليها ضعف روح الاهلي وفي ارض الاهلي تحفيز شوف اول شيء نفسيا لازم تهيئ لاعبين طبعا نتكلم عن النصر لاعبين النصر لازم تهيئهم تجيب لهم كرينو يعني لا يعني تعرف كنيدة بارد جدا لا معليش ما هي على كنيدة انت عندك اداريين عندك رئيس نادي تقدر تهيئ اللاعبين نفسيا من دون المدرب هذا نهائيا يعني مو لازم يكون المدرب موجود عشان تهيئ طيب بس اعتذر منكم اطلع الفاصل بسيط جدا سريع وبعدها راح نرجع تمام للامور اللي تحفز اللعيبه بشكل كبير انتقل الفاصل بسيط وبعدها اعود من جديد مع ابو نوار عشان نكمل التفاصيل البسيطه لتحفيز اللاعبين قبل المباراه. معدن ذهب لعب ذا طرب الاهلي لا لعب لعب سوى ابو العجاب
حياكم الله من جديد. انتقل بشكل سريع بنواره، كنا نتكلم على تحفيز اللاعبين وقلت ان ابعد المدرب، حتى لو ان المدرب ما يعطيني الروح او ما وهو شخصيته ما تعطي الروح للاعبين، ابعد المدرب ويتكفلون فيها الاداره والعضلات. لا ما قلت كذا، لا لا انت كنت اتكلم لك انا عن تهيئه اللاعبين نفسيا. اي بس كنت تقول عادي حتى لو المدرب يبعد ما عندي مشكله. انت قلت لي، انا كنت اتكلم معك انه لازم نهيئ اللاعبين نفسيا، انت تقول لي نجيب كارينيو، يعني قلت لك لا المدربين ما لهم شغل في الموضوع هذا. قد يكون اذا كان المدرب زي كارينيو عنده الحماس وعنده الروح انه يقدر يزرعها في اللاعبين، ما يحتاج في ذاك الوقت ايش انك تجيب شخص زي الاداريين او رئيس النادي في انه يزيد من تحفيزهم. الان انت عندك، الان انت عندك موضوع اول شيء التهيئه النفسيه قبل المباراه. ما تدخلهم، ما تدخلهم في ضغوطات قد تكون الاداره، اداره النصر كامله يا اخي، اداره الاجهاز الاداري والجهاز الفني، هذولهم كلهم يهيئون الفريق. اعطتهم معسكر الان، هيئتهم بعيد ونستهم الدوري، قالوا انتم الدور الثامن ما عندكم مشكله وعندكم تحفيز، وصح ان الاداره راح تمشي، وفرت لهم طائره خاصه تروح لجده حتى لا يدخلون بضغوطات، بعدتهم على الاعلام، معسكر مغلق بعدته بشكل كبير. الدور الثاني على مين؟ الاهلي بعد ما انا هزم النجران راح جاب لك الكابتن طارق كيان مسي بالخير وقال له تعال انت هنا، نبغاك تحفز اللاعبين، نبغاك تدير الفريق بشكل كبير، تمام؟ وشفنا العوامل الايجابيه اللي قدمها الكابتن طارق كيان للاهلي. النصر مين يحتاج في هذه المباراه؟ نرى في الهلال قبل فتره الكابتن يوسف ثنيان يروح للتدريب وحفز اللعيبه، نشوف احنا في تويتر الكابتن ماجد عبد الله قدم رساله للجماهير النصرويه. في هذا الوقت إدارة النصر تتجه لمين حتى يعني نضمن بشكل كبير أن الروح راح تكون بنسبة كبيرة للعيبة الأهلي ولعيبة النصر بشكل كبير؟ للجميع، جماهير، الإعلام، الإدارة، لازم الجميع، حتى أعضاء الشرف، يعني حتى موضوع المكافآت هذا شيء حافز، يعتبر حافز للاعبين، الجماهير أنهم يعطون ثقتهم للاعبين أنهم يقدرون يحققون الشيء هذا، حضورهم في المدرجات، تشجيعهم، تفاعلهم، هذا كله يعطي جو انه ما حد يقدر ياثر، ما حد يقدر ياثر عليك اللاعب واحنا موجودين. يعني هذه الامور لابد انها تكون تدريجيه، اول ما نبدا بالتهيئه النفسيه زي ما ذكرت لك قبل شوي، ثانيا المكافآت، لابد يكون في مكافآت مغريه عشان تحصل على اغلى كاس عندنا. عندهم متاخرات، تصرف المتاخرات، ما هذا أفضل. انا اول لا 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 هذا هذا مو لا 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 موسم كارينيو كان ثروات متاخره اكثر من 9 شهور. لا لا في انا نحتاج الروح في 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 لازم في في موسمين انت يعني يمكن صرفت حق شهر واحد. لا 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 ست شهور الحين. لا 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 غير صحيح، لا لا توم مسددين لهم شو اسمه قبل يومين، مسددين معطينهم مكافآت ومعطينهم بعد راتب شهرين. الكلام هنا انت في فرق لازم تعرفه، اللاعب تفرق معه موضوع راتب، الراتب ماخذه الان بعد سنه ماخذه، لكن المكافاه تصرف في وقت الاداره هو يحرص على المكافاه. هو ايش ضمن اصلا انها تجي لانه راتبه ما جاء، فكيف تجي مكافاه؟ لا لا المكافاه تجي لانها من اعضاء الشرف، ما هو من الاداره تفرق الان الوقت. الاداره غير الان، فيصل بن تركي عرض الان على كل لاعب 100,000 في حاله الحصول على البطوله هذه لحاله، من غير العمراني ومن غير القاضي ومن غير بعض اعضاء الشرف اللي انا نسيت اسمائهم، يعذروني اذا نسيتهم، والعجلاني، هذول كل واحد منهم عرض الان مكافآت، المكافأة غير، المكافأة يستلمها بعد المباراة تختلف يعني، وخصوصا بعد انه الامير فيصل الله يذكره بالخير الان هذه تعتبر اخر مباراة له، فاكيد انه الان بعد ما تكلم بعد قبل فترة انه بيسدد الديون الان قبل لا يرحل، والان بيعطيهم المكافآت، فهذا يعطيهم حافز ايضا انهم يأدون في الملعب. يعني مهما كان انتم هذه المعلومة لازم تعرفونها، انه في فرق بين المكافأة وبين الراتب ماخذ اليوم ولا بعد 10 سنين، ما يهم، يهمنا التصغير بس. انا عندي موضوع بس صغير، للاسف بات بعض اللاعبين وللاسف انهم السعوديين انه ينتظر المكافاه في مواجهات مثل هذه، يعني كانه خلاص يرفع اذنه ويقعد يسمع يقول يلا كم وصلت المكافآت، ويسمع للاسف الفريق الثاني اللي بيلعب معه لا وصلت المكافآت اعلى منهم، هذا الحل خلاص. حتى صار بعضهم انه يخليها عذر، انه اذا انا زم سواء كان نهائي او سواء كانت مباراه مهمه، قال لا والله هذا الوحيد مكافاتهم اعلى، هذا الوحيد للاسف في جميع على جميع الانديه. اذا لم يلعب اللاعب بروح ويحمل هذا الشعار، اذا لم يلعب بروح يترك التيشيرت للروح، هذه ما نبغى يلعب الشعار، لان نقول قد يكون بعضهم ما انولد مثلا نصراوي او اهلاوي او هلالي او شيء، احنا نبغاه بس يقدر الجماهير اللي تعبت وجايه. شوف يعني الان مباراه النهائي كم اهلاوي جاي الى جده
وكم نصراوي جاي الى جده صح. وتعبان اللي ترك اهله واللي ترك يمكن عياله مريضين يمكن ترك عمله يمكن كله عشق للكيان عشان بس يحضر يوقف مع الكيان. نعم. انا لابد اني كلاعب لابد اني انا اقدر اناظري ومناظر الملعب في المليان هذا الفل لابد اني انا يعني ابذل قصارى جهدي لو العب على رجل واحده زي ما ذكرت انا قبل شوي لو العب على رجل واحده المهم اني اعمل اللي علي وزياد حتى لو خسرت حتى لو خسرت انهزمنا من الهلال قبل موسمين في ولي العهد بالبلنتيات في اليوم الثاني احنا كنا متواجدين في الملعب في النادي مفلين ليه انه قدم الفريق قدم شيء مو طبيعي لكن ما كسبت المباراه اذا في لعب وانهزم بس لعب اذا في مستوى ما تزعل الفريق ومن اهم الاسباب ان المشجع يقوم بدوره في الملعب كيف هنا التالي بالتفاعل بتشجيع اللاعبين من اول دقيقه لين اخر دقيقه ما شاء الله فهد كيف تشوف ما شاء الله موسى الدوري لا لا ما شاء الله انتم الشباب كلكم شوف فهد فهد يقول للجمهور لكن الجمهور ما يحتاج ان فهد يقول الجمهور اوريدي ان نبغاه يتفاعل بدون ما فهد يتكلم صحيح. اليوم فهد موجود لكن بكره فهد مو موجود سنت. الجمهور لازم هو اللي يتفاعل صحيح لازم الجمهور الكبير والصغير وش فائده المشجع انه يجي وما يشجع طبعا في بعض اللاعب في بعض الجمهور يحضر المدرج من جميع الشرائح يعني يحضر المدرج وهو بس يريد يناظر ويتوتر فما يشجع معك بس تلقى بس دائم عصبي دائم يهاوش دائم يصرخ على اللاعب هذه الفكره لابد انها تتغير نهائيا هذا يعطيكم شيء سلبي اكيد اللاعبين يسمعون في الملعب لا احد يقول لي اللاعب ما يسمع اللاعب في الملعب والله يسمع كل شيء يصير طيب جميل انا برجع لمشاري مشاري انت حضرت التتويج يعني النصر عفوا الاهلي رايح خلاص يعني لو انا هزم 10-0 في الاخير راح ياخذ الكاس راح ياخذ وما شاء الله مع ذلك حقق القياسي وسجل رسومه هدف الثالث قدام الفتح وحقق وقتها في التتويج الفرحه وكل شيء كيف كانت اجواء الجماهير يعني الجماهير جايه وانتم برضه حضرتوا مباريات خلاص النصر متوج أعرف كيف كانت الأجواء؟ طيب أول حاجة لازم نعرف إنه كل طبيعة مكان أو مشجع تختلف عن المناطق الثانية يعني حقين الغربية يختلفون حقين الوسطى حقين الشرقية برضو يختلفون حق الجنوب. بس في الأخير كلهم طبيعة مشجعين المنطقة الغربية يعني شوية حارين ويحبون الهزيج ويحبون الحركة ويحبون الأشياء كل الأشياء اللي فيها تفاعل شغالين معها كويس فعشان لما كنت انا في الملعب يعني ما شاء الله يعني انا كنت يعني قريب من الرابطه وكنا نسمع يعني الترديد من الجهه الثانيه المقابله ما كان لهم علاقه يعني احيانا ما ندري هو وسط اصلا وصلهم ولا لا ايوه فكانت الهزيج كلها شغاله كل الملعب وكل الادوار كبير وصغير بدون ولا مع حتى الرابطه يعني للامانه جمهور الغربيه حتى ان نعاني منها هنا اذا رحنا هنا للغربيه او جو جمهور الغربيه هنا انا نعاني منها ليش الاشكاليه جمهور الغربيه مرعب على اي حتى اللعيبه حتى اي فكر الجمهور الغربيه سواء الاهلي او الاتحاد جميل الجمهور عنده ثقافه التشجيع وهذا شيء يحسدون عليه صراحه انا جمهور الشرقيه بس يعني انا عندي الوقت مره ضيق قالي دقيقتين تقريبا لكن نبغى نلخصها من ناحيه الجمهور تمام او بالضبط نخلي دقيقه هنا او دقيقه هنا عشان نختم تمام والله الوقت ضيق اعتذر منكم لكن انا عارف المجال طول يعني نتحدث عن اغلى الكؤوس ونتكلم عن الجماهير بشكل عام لكن فهد بما انك تمسك يعني ما شاء الله المدرج النصراوي ما شاء الله فيك وكافه الجماهير اللي ما عليهم قصور تمام ايش تقدر توجه رساله قال ابراهيم جمهور الغربيه جمهور مرعب يعني ما عنده مشكله من قبل يصفر الحكم حتى ينهي الحكم الصافره تمام والجمهور يردد انتم ايش تطلبون بكره اذا حضرتوا الملعب ان تكون الجوهره مشعه مليئه بجماهير النصر احنا لابد ان نتوقع انه اكثر من 30,000 مشجع نصراوي تام راح يكون حاضر سمعتك انك تكلمت او كنت تتحدث مع بعض الزملاء انه نبغى الواحد يحضر بتيشيرت النصر حتى لو ما عندك تيشيرت النصر احضر باي لون اصفر نبغى نخلي المدرج كامل اصفر وش الفكره وش الرساله اللي حبيت توجهها طبعا هي مي رساله يعني شوف جمهور النصر اذا حضر اذا شجع اذا تفاعل كله صدقني ما يوقف في وجه اي جمهور وكيف تعاونكم مع المجلس النصراوي في الغربيه طبعا كلنا احنا مجلس واحد نعتبر العمل هو واحد وحنا اساسا الان ان شاء الله اذا رحنا هناك العمل راح يكون واحد يعني اللي معاه اللي لهم ولنا على طول حلو. طبعا المدرج باذن الله احنا اللي نبغاه بس في المدرج خصوصا المباراه هذه جميل. الجمهور ما يوقف نهائيا ايش مكان الظروف المباراه حتى لو تسجل فينا جول من بدري احنا العامل الاقوى الان هم في الملعب
ما راح يسمعون للمدرب او للرئيس او للاداري، راح يسمعون للجمهور اللي راح يهتف يوقف معاهم في هذه المباراه. لذلك لابد انه الجمهور تكون متفائلة، هذا رقم واحد. ما تتحطم 90 دقيقة قدامك في لحظة تقدر تسجل جول، ما تدري عن ظروف المباراة. دائما التفاؤل هذا لابد يكون موجود. الحاجة الثانية التقيد بالتيشيرت الأصفر. الحاجة الثالثة إنه الجمهور، أنت دامك حضرت وتركت بيتك وتركت راحتك، لابد إنك تجي وتشجع، لأن هذا واجب نصراوي. بغض النظر معليش، بغض النظر عن أي شيء حصل الآن في النادي، سواء من استقالات سواء من بيانات، هذا شيء ثاني يختلف عن اللي قاعد يحصل الآن في الملعب. ولا نخلي الجماهير تتدخل، احنا نعمل عملنا داخل المدرج كجماهير محبين لهذا. راح رئيس يجي رئيس، ما راح يظل النادي كان حيبقى. نعم جميل. ابراهيم كيف تشوف رسالتك بس للجماهير الغربيه؟ لان احنا نعرف اكثر من 30,000 مشجع راح يكون موجود هناك يحمل شعار النصر. هي رساله واحده بس، التفاعل التفاعل التفاعل. الله يوفقك ان شاء الله عبد العزيز. ان شاء الله باذن الله ان الرساله ان راح نفرح باذن الله كجماهير، سواء غربيه سواء وسطى سواء جميع شرائح وجميع جهات المملكه العربيه السعوديه من جماهير النصر، باذن الله راح نفرح بالبطوله غدا باذن الله، واللي نتوج بها وتكون ختامها ان شاء الله مسك باذن الله. اتمنى لكم التوفيق. مشاري ابد راح اعيد نفس ما قلت في بدايه الحلقه، باذن الله راح نجي هنا ونحتفل بالكاس وبالدوري، وان شاء الله ان كلنا نكون حاضرين هذا اليوم في الملعب. جميل. جماهير الاهلي في الغربيه ما تحتاج لا رسالتي ولا رساله اخواني الاهلي، متعودين دائما على الجديد وعلى الصوت المرعب مثل ما قال اخونا الغربيه. ايوه فاتوقعها اقول له مر لك من الحين، وتوقعها نجمع كاس يعني زي دوري وكاس زي ما جمعناها اول مره. بالتوفيق لكم. والله اول شيء اشكرك على الاستضافه. الله يسعدك. شرف باذن الله بكره راح يتحقق الكاس، وقل جمهور الشمس الغربيه ما في شمس تغرب هناك بس. طب بس قبل اني معاك بشكل سريع ابغى رقم بس عشان الوقت عندي جدا ضيق، كم تتوقع ان نتيجه المباراه؟ 3-1. 3-1 لا 2-1 كل السومه. 2-1 السومه. 1-0 تيسير. تيسير. عبد العزيز قبل ما يعني نودعك ونودع الساده المشاهدين، ودي صراحه يعني اعطي كلمه لجماهير النصر، يعني حتى بتوجه لهم الكاميرا. جماهير النصر يعني انتم وقود النصر الاول، يعني انتم اللاعب رقم واحد. هذا مو بالكلام اللي دائما نسمعه في المجالس او نسمعه في الاعلام، بالعكس. وغير كذا الكلام ان الموجه للاداره، طبعا راح ابدا بالاداره، عليكم الالتفاف حول لاعبين النصر، ابعادهم عن مساله الاستقاله، ابعادهم عن موضوع البيانات. امامنا كاس غالي، امامنا مطلب جماهيري، الاسم قبل الكاس، اسم يحمل سيدي خادم الحرمين الشريفين. الموضوع الثاني اللي اوجهه للجهاز الفني، محاوله ان شاء الله ان وضع الروح، لان للاسف اللاعبين السعوديين اذا ما صنع بانفسهم الروح يصنع المدرب. والشيء الثالث والاخير للاعبين، اتمنى باذن الله انكم ترجعون ان شاء الله غدا للرياض باذن الله بالكاس، وانا متفائل جدا. لاعب تتوقع يسجل؟ والله ما في يعني بالتحديد صراحه لاعب معين، لكن ان شاء الله يلعب الفريدي باذن الله. انا اتوقع الفريدي الروح عنده ما شاء الله تعرف جدا في الغربيه. نعم. 1-0 اي تحدي يجي بعد اي ما عندك اي تحدي. ابو نواره شوف انا قلت امس كانوا يسالوني عن النتيجه، قلت هي ان شاء الله انها 1-0. اليوم حلمت 1-0 ضغط. لا لا ما حالاتك كذا اسلم. حلمت اليوم انه مسكت صقر، ما ادري شو الموضوع. لا يطلع ضدك. لا انا علمك. قال لي واحد قال حلمت انك مسكت صقر ومبسوط، قال لي معناته نايف ازازي والصقر بيسجل جول ان شاء الله. يقول الله ان شاء الله. نقطة أخيرة انه السومة يعني على مقربة من رقم تاريخي اللي هو يسجل 50 هدف في اقل من 50 مباراه. نعم. هذا يعني رقم قياس ما قد صار في الدوري السعودي. يستاهل والله باذن الله انه يسويها. يستاهل ان شاء الله بس ما راح يسويها. يسويها ان شاء الله بس مو بقدر يسويها بكره ان شاء الله. هارد لك لكم. طيب الله يعطيكم العافيه. جدا كنا سعيدين بتواجدكم، شرفتونا اليوم حضوركم يعني وتمثيلكم الجماهير، وكنتوا جزء
من جزء كبير من جماهير الأهلي. شكرا لحضوركم، شكرا لتواجدكم، وأيضا نتمنى إن شاء الله أن يكون ختام حافل، يعني إما كسبتوا أو حتى ما كسبتوا في هذه البطولة شكر لكم في الأخير ختام حافل. شكرا لكم على الاستضافة وتشرفنا والله. الله يطول أيضا أبو نوار، أيضا إبراهيم، سعدنا بتواجد زملائكم اللي قبلكم. بيض الله وجهكم، شرفنا بشوفتكم الله يطول عمرك. جمهور الأهلي إن شاء الله تشرفنا بهذه الجلسة الحبية، وما شاء الله الموضوع ببساطة أحمدي، وان شاء الله زي ما قلنا تكون اهم شيء المباراه تليق بمستوى الكره السعوديه ان شاء الله. نشكركم هارد لك من الحين، نشكركم كم اعطيتونا فرصه نبارك الجماهير الاهلاويه سواء هنا في الرياض او في اي مكان في المملكه. الامانه يستاهلون صراحه الجماهير ولاعبين ونادي، للامانه النادي راقي على قولتهم مميز. نشكرك انت صراحه على الاستضافه هذه، وباركوا لنا ان شاء الله بكره باذن الله في البطولة. عاد وقتها وقت البطولة. طبعا أنت حديث ضيوفي، أنا جدا أشكرهم، أشكر حضورهم، أشكر تواجدهم، أيضا أشكر زملائي في الإعداد عبد الله سلامي رأس التحرير، وأيضا رعد أبو الخيل، وأيضا في المونتاج مقرن الحميد وعادل الزهراني، وأيضا على دفة إخراج الأستاذ عبد العزيز الزهراني. شكرا لمن أحسن الإعداد وأتقن الإخراج وإعداد التصوير. مشاهدة ممتعة دوما وأبدا نتمناها لكم مشاهدينا ومتابعين القنوات الرياضية السعودية، منا حتى صافرة الحكم في بداية المباراة. نتمنى لكم كل التوفيق وأيضا هدوء الأعصاب حتى 90 دقيقة أو 120 دقيقة. نتمنى أن ينتهي الموسم الرياضي بخيره بإذن الله، وأيضا المكسب. السلام على سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وفي كل الأحوال نقول لكم كل عام وأنتم بخير، وختام حافل إن شاء الله، وختام مسك لموسم حافل الكرة السعودية. لا يسعني إلا نشكركم مشاهدينا، وأيضا الختام دائما في السلام. وهذا كليب بسيط لكل الفريقين، نتمنى لكم التوفيق وفمان الله.